الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد في حلقه جديده من ملوك الصلاه. زي ما تعودنا مع بعض بنطلع كل يوم جمعه من 7 ل 9 عشان نستعرض اهم الاحداث اللي بتحصل جوه النادي الاهلي في الالعاب الاخرى. النهارده حلقتنا هتكون على 3 فقرات. الانترو اللي انا مع حضراتكم فيه دلوقتي هيكون فيه مجموعه من الاخبار بالتقارير المصوره عشان ننقل لكم الحدث لغايه عندكم. الفقره الثانيه هيكون معايا لاعيبه الفولي بول او كره الطائره السيدات اللي انضمت المحترفه اللي انضمت جديدا للفريق الاول، اللعيبه كاترينا او كاترين زي ما بتحب الناس تقول لها. هي اللعيبه دي من منتخب اوكرانيا وانضمت للنادي الاهلي منذ اسبوعين، وقعت العقود وانتظمت في التدريبات. فالحقيقه كان لازم تبقى معانا في ملوك الصلاه عشان نعرف كويس قوي الناس او اللعيبه المحترفين بينظروا للنادي الاهلي ازاي. يمكن احنا كتير بيكون لعيبه مصريين، النادي الاهلي معروف جوه مصر ومعروف في الوطن العربي، ولكن اللاعبات او اللاعبين القادمين من اوروبا خارج افريقيا بيبقى محتاجين نشوف النادي الاهلي في اعينهم ازاي. انا كنت بتكلم معاها طبعا قبل الهوا، مهم جدا نعرف اللي دار واللي هي بتفكر فيه وازاي وافقت تيجي النادي الاهلي وايه اللي حببها يجي في النادي الاهلي، خاصه انها لاعبه في منتخب اوكرانيا واكيد عندها عروض كتير في اوروبا. هتكون ضيفتنا في الفقره الثانيه الحقيقه. والفقره الثالثه هيكون معانا نور ياسين نجمه الفريق الاول لكره اليد سيدات اللي قررت الاعتزال، فلازم طبعا نستعرض مع حضراتكم مشوارها وقرارها ليه بالاعتزال. الحقيقه النهارده الحلقه هيكون فيها حاجات كتير جدا تعجب حضراتكم. الحقيقه في الاول انا عايز اقول الخبر المهم اللي احنا كنا بصدده، ان انتخابات اليد انتهت، انتخابات الكره الطائره اسف اقول لحضراتكم حالا. انتخابات الطائرة انتهت أمس، انتهت النهاردة من حوالي ساعة، وطبعا في مفاجأة كان الناس شوية مش متوقعينها. نجح خالد ناصف سليم في الفوز برئاسة اتحاد الكرة للطائرة لمدة 4 سنوات مقبلة، الحقيقة مش 4 هم 3 لغاية 2020، كما فاز عبد الحميد الوسيمي بمقعد نائب الرئيس. نجح كل من هناء حمزة وهويدا مندي وياسر قمر وياسين أمين وعمرو مخلوف وممدوح حسني ومحمد فرج فوز في العضوية. وشهدت العمومية اكتمال النصاب القانوني بحضور 65 نادي من أصل 66. الحقيقة بنقول طبعا ألف ألف مبروك للفائزين، وحضر طبعا ممثل عن النادي الأهلي حتى يدلي بصوته أو يعني عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد جمال هليل. الحقيقة كل التوفيق لمجلس إدارة الكرة الطائرة، عايزين نشوف يعني إن شاء الله طفرة خلال الثلاث سنوات القادمة. هبتدي مع حضراتكم معانا يعني بعض الأخبار المهمة أيضا في انترو الأخبار، هنستعرضها مع حضراتكم. رجال يد الاهلي يتعادل مع الجزيره في دوري المحترفين. تعادل الفريق الاول لكره اليد الرجال بالنادي الاهلي مع نظيره فريق الجزيره في المباراه التي اقيمت بين الفريقين على صاله الامير عبد الله الفيصل بالجزيره ضمن منافسات دوري المحترفين. وشهدت المباراه اداء قويا من جانب الفريقين، حيث انهى الشوط الاول بالتعادل بنتيجه 14-14، وفي الشوط الثاني قدم كل فريق مردودا قويا لتنتهي المباراه بالتعادل 24-24. الحقيقه فريق اليد بيستعد للسفر يوم الاحد ان شاء الله لخوض منافسات بطوله افريقيا لابطال الانديه اللي هتقام في تونس ويستضيفها نادي الحمامات. الحقيقه بطوله مهمه، المباريات دي كلها اعداد. اكيد النتائج، انا بس عايز اقول حاجه، التعادل او يعني يمكن الاهلي تعادل في اكثر من مباراه الفتره اللي فاتت، ولكن ده مش مؤشر عن حاجه. احنا في دوري لسه المرتبط، هيطلع كل الهيصه دي كلها بتوصل في الاخر 3 نقاط بس هو اكيد طبعا كابتن عاصم حماد اللي احنا شايفين الصوره عليه اهو في احد التدريبات الارشفيه. الحقيقه هو اكيد بيجرب كل اسلحته، عينه على افريقيا قبل ما تكون عينه على هذه المباريات. واضح جدا ان هو لو عايز يكسب هذه المباراه، خاصه ان نادي الجزيره الاهلي فاز عليه في مباراه وديه قبل انطلاق بطوله المرتبط، ولكن التعادل ده لا يعني ان الاهلي، لا الاهلي بيستعد بيجرب صفوفه ان شاء الله تكون يعني خير اعداد لبطوله افريقيا. ان شاء الله هيسافروا يوم الاحد باذن الله، واكيد احنا في قناه النادي الاهلي برضو هيكون لنا تواجد معاهم، واكيد هننقل لكم الاخبار من هناك لحظه بلحظه. طيب عندنا عندنا برضو في يعني هاندبول، خبر هاندبول تاني، شباب يد الاهلي يفوز على الجزيره في دوري المرتبط. حقق فريق النادي الاهلي لشباب كره اليد الفوز على ضيفه فريق الجزيره في المباراه التي جمعت الفريقين على صاله الامير عبد الله الفيصل بالجزيره ضمن منافسات دوري المرتبط. وتالق لاعبو الفريق تحت قياده الكابتن صابر حسين وحققوا الفوز بنتيجه 42-23 ليواصل الفريق عروضه القويه في المسابقه. تمام. معانا خبر ثالث معانا النهارده،
طبعا دي لقطات لكابتن صابر حسين طبعا مدير فني الفريق النادي الاهلي في دوري المرتبط، اداء كويس، شغل، تمرين، ربنا يوفقهم ان شاء الله عشان نشوف السنه دي بطولات واحتكار لبطولات اليد زي ما كان الموسم الماضي. عندنا خبر ثالث، غدا السبت حفله ختام بطوله اهلي مدينه نصر المفتوحه للتنس. يقيم جهاز التنس بالنادي الاهلي حفل ختام بطوله اهلي مدينه نصر المفتوحه للتنس غدا السبت في تمام الساعه 8 مساء امام ملاعب التنس بمقر الاهلي مدينه نصر. ووجه جهاز التنس بالاهلي الدعوه لحضور الحفل لكل من رئيس اتحاد التنس واعضاء مجلس اداره الاتحاد طبعا اللي فازوا مؤخرا والمدير التنفيذي، كما وجه الجهاز الدعوه للمهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء المجلس والكابتن عاصم السعداني مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. ويحضر الحفل من جهاز التنس شريف عادل المدير الفني لفريق التنس بالاهلي نظرا لتواجد الدكتور طارق صبحي مدير الجهاز خارج البلاد. وشارك 800 لاعب، الحقيقه دي ملاعب التنس في مدينه نصر، دي لقطات جويه يعني بالكاميرا الطائره من قناه النادي الاهلي، الملاعب التنس الجديده اللي تم نقلها حاجه طبعا على اعلى مستوى، والحقيقه دي تعتبر من ضمن يعني الانجازات اللي شهدها النادي الاهلي في الطفره الانشائيه في الفتره الاخيره. وشارك 800 لاعب ولاعبه في هذه البطوله من مختلف انديه مصر في جميع المراحل السنيه، والتي تختتم منافساتها يوم 16 اكتوبر الجالي بختام منافسات الناشئين تحت 9 و10 سنوات. الحقيقه دي بعض اللقطات طبعا من البطوله، بطوله كبيره والنادي الاهلي استطاع ان يستضيفها وينظمها على اعلى مستوى، وده مش غريب على النادي الاهلي. اروح مع حضراتكم الخبر اللي بعد كده، غدا السبت ناشئات يد الاهلي جاهز لانطلاق الدوري. اتم فريق ناشئات كره اليد بالنادي الاهلي مواليد 2000 استعداداته لانطلاق مسابقه الدوري غدا السبت، حيث يواجه الاهلي فريق العبور على ملعب الاخير في اول مباريات الفريق الرسميه بالموسم الجديد. واكد سامح لبيب مدرب الفريق ان الاهلي استعد جيدا لانطلاق الموسم الجديد، وان الخمس لاعبات الدوليات اللاتي شاركنا مع المنتخب في بطوله الامم الافريقيه وهن رنا راضي وليلى محمد وحبيبه حسن وفريده حسن وشهد الشواربي قد انتظمنا في التدريبات عقب عودتهن من المنتخب مباشره، واندمجنا مع زملائهن بالفريق بصوره سريعه. دي طبعا لقطات لايه؟ لتدريب الفريق في الصاله الفرعيه بالنادي الاهلي الجزيره. واضاف لبيب ان الفريق كامل العدد قبل انطلاق الدوري ولا يعاني من اي غيابات ولا اصابات، لافتا ان الفريق ختم الاستعدادات بالفوز على فريق الزهور مواليد 2000 وديا، وهي المباراه التي خاضها بنفس نظام الدوري على ثلاثه اشواط مده الشوط 20 دقيقه. الحقيقه في ضفره كبيره في كره اليد السيدات او ناشئات خلال الفتره اللي فاتت، ودي حاجه لازم نشيد بيها. الاتحاد السابق اتك شويه على الموضوع ده وبدات ثماره تؤتي، يعني زي ما بيقولوا ثمارها يعني تظهر خلال الفترة اللي فاتت، ان بدأت بطولات افريقية تخش او مراكز متقدمة تخش يعني الاتحاد المصري لكرة اليد. خلينا نشوف الخبر اللي بعد كده، ناشئات طائرة الاهلي يفوز على الغابة في بطولة الجمهورية. حقق ناشئات طائرة الاهلي تحت 16 سنة الفوز على فريق الغابة بنتيجة 3-0 في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب القطامية في اطار منافسات بطولة الجمهورية. وتسيد الاهلي بقياده بهاء السيد مدرب الفريق اللقاء منذ بدايته، وجاء الفوز سهلا حيث انهى فريق الاشواط الثلاثه بنتيجه 25-8 25-2 25-2، فرق واضح بشكل كبير. طيب احنا بينضم لنا عبر الهاتف طبعا الكابتن هناء حمزه، طبعا عضو مجلس اداره اتحاد الكره الطائره التي فازت يعني من لحظات بمقعد العضويه في اتحاد الطائره. اهلا بك يا كابتن. ألف 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 مبروك، النجاح يعني واضح، ثقة الجمعية العمومية واضحة، تحب تقول إيه بعد الفوز ده يا كابتن؟ ربنا يخليك وميرسي جدا على إنكم بتكلموني في قناة عملاقة بفتنا كبير قناة النادي الأهلي. أشكركم في البداية طبعا وبشكر كل العاملين في قناة الأهلي، والحمد لله ربنا وفقنا الحمد لله، ثقة كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية إن هم يدوني أعلى الأصوات، فطبعا ربنا يقدرني ان شاء الله على الثقه الكبيره دي ان احنا نعمل حاجه حلوه للكره الطايره ان شاء الله باذن الله. كابتن هلا اكيد الثقه دي ما جاتش من فراغ، يعني يمكن حضرتك رسم خطه مستقبليه للكره الطايره، شايفاها ازاي؟ شايفه انت ممكن تضيفي ايه ما كانش موجود قبل كده يا كابتن هلا؟ ان شاء الله باذن الله، يعني اكيد رسمها حاجات كتير جدا، ربنا يوفقنا ان شاء الله ونقدر ننفذها على ارض الواقع. بالتاكيد احنا عشان نبقى منتصرين يعني استلمنا من اللجنه المؤقته برئاسه الدكتور طارق عبد السلام، اتحاد الحقيقه عامل انجازات كبيره جدا 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 على مستوى منتخباتنا سواء لقطاع السيدات او لقطاع الرجال، شرفونا في العالم وبقينا من الخمس الكبار في العالم، بنناطح اكبر فرق في العالم بعد بطوله العالم الاخيره، ونقلونا من المركز يمكن 27 وداخلين على المركز التاسع في العالم
فدي حاجه مشرفه جدا. مش هنبدا من الصفر، هنبدا نكمل الانجازات دي ان شاء الله على مستوى منتخباتنا. ودي دي النقطه الاهم، ان يكون عندنا منتخبات قويه تنافس، ما تبقاش تمثيل مشرف في بطولات العالم زي ما استلمنا من الدكتور فؤاد عبد السلام. وده بالنسبه للمنتخبات. اما بالنسبه للانديه، نبدا نراعي في حاله تواصل دائم مع الانديه، والدعم يروح باذن الله للانديه اللي هي بتعاني جدا جدا، في خاصه في بحري وفي ابلي، لان هم دول العماد الرئيسي والبنيه التحتيه للاتحاد. فان شاء الله نقدر نعتمد، نقدر نكثر مواردنا عشان نقدر نساعد الانديه دي، عشان تقدر تبقى مفرقة حقيقية للأبطال، لأن الأبطال كلهم بالتحديد بيبقوا من الأقاليم دي. فإحنا الخطة اللي جاية إن شاء الله إزاي ندعم الأندية، وإزاي يبقى في حالة تواصل دائم عشان نقدر نحط إيدينا في إيدين بعض إن شاء الله، ونرتقي أعلى إن شاء الله بلعبتنا اللي إحنا يعني قضينا عمرنا كله فيها إن شاء الله. طب طمنينا على الفريق الأول بيشارك دلوقتي بطولة أفريقيا، الأخبار إيه؟ وهل هتروح لهم ولا لا يا كابتن؟ والفريق الأول السيدات، السيدات بالظبط، الكاميرون دلوقتي، والحقيقه يعني حظهم قليل شويه، لانه هم رايحين ناقصين ثلاثه من الاساسيين، اللي فسر الاساسي دعاء جالها صليبي قبل ما تروح، وندى معوض اللي هي حصلت على احسن لاعيبه في افريقيا البطوله اللي فاتت، يعني ربنا يوفقها، هي جالها بعثه في امريكا، ومريم متولي لاعيبه النادي الاهلي والعملاقه للاسف برضو خلع في الكتف. فهم رايحين ناقصين ثلاثه، ورغم كده عملوا مباريات عاليه جدا جدا جدا، بس للاسف طبعا خسر النهارده من كينيا، وهيلعبوا مع السنغال على الميداليه البرونزيه طبعا ده توفيق. وبالتاكيد لما عناصر الفريق تكتمل هيبقى ليهم شان اخر ان شاء الله في البطوله القادمه. اكيد ان شاء الله. كابتن هناء حمزه طبعا الفائزه بمقعد العضويه في اتحاد كره اليد، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتينا وشرفتينا، والف الف مبروك، ونتمنى لحضرتك ولكل اعضاء الاتحاد التوفيق في المرحله القادمه ان شاء الله. اكمل مع حضراتكم الاخبار. عندنا رجال سله الاهلي يستهل الموسم بالفوز على اتصالات ببطوله المنطقه. استهل الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي الموسم الجديد بتحقيق الفوز على حساب نظيره فريق الاتصالات في المباراه التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. طبعا دي لقطات من الاحماء قبل المباراه. وحقق الفريق الفوز تحت قياده كابتن طارق خيري المدير الفني في المباراه التي اقيمت على صاله الامير عبد الله الفيصل بالجزيره، وحسمها الفريق لصالحه بنتيجه 78-63. دي لقطات من المباراة، يمكن كابتن طارق الغنام في حديث كده قبل انطلاقها مع كابتن طارق خيري واسلام علي، كل التوفيق لفريق السلة. على فكرة يعني دوري كرة السلة تم تأجيله لشهر 12، ففي متسع من الوقت مع فريق السلة انه يقدر يعني يصلح أخطاءه ويستعد جيدا. عندنا الخبر بعد كده، ناشئات الطائرة يفوز على الشمس في بطولة الجمهورية. فاز فريق ناشئات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي تحت 14 سنة في أولى مبارياته ببطولة الجمهورية على فريق الشمس بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهم على صالة نادي الشمس. وامتلك الأهلي زمام اللقاء منذ بدايته رغم قوة المنافس في الشوط الأول، ولكن الأهلي استطاع أن ينهيه بنتيجة 25-19، وانتهى الشوط الثاني بنتيجة 25-15 قبل أن يحسم النادي الأهلي اللقاء بسهولة في الشوط الثالث والذي انتهى 25-8. وخاض الفريق مباراته اليوم أمام فريق وادي دجلة، أكيد هنعرف النتيجة ونبلغ حضراتكم. عندنا برضو خبر بيخص السلة، سيدات سلة الأهلي يفوز على الغابة في بطولة منطقة القاهرة. فاز الفريق الأول لكرة السلة السيدات بالنادي الأهلي على فريق الغابة بنتيجة 80-72. على فكرة فريق الغابة فريق كبير في كرة السلة سيدات، شفناه بيلعب قبل نهائي كأس مصر، فرقة كويسة. ف 80-72 ده بيدل قد إيه كان اللقاء قريب في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات بطولة منطقة القاهرة، وكان الفريق قد فاز في إطار منافسات نفس البطولة على فريقي النصر والطيران. ويخوض الفريق آخر لقاءات الدور الأول ببطولة المنطقة يوم الأحد القادم أمام مدينة نصر على صالة النادي الأهلي. ومن جانبه أكد كابتن إيهاب الألفي أنه تم تأجيل مباريات الدوري المرتبط التي كان مقرر لها الجمعة المقبل إلى الجمعة 20 أكتوبر. كل التوفيق طبعا للفريق الأول لكرة السلة سيدات. عندنا الخبر بعد كده، مرتبط أنسات يد الأهلي يفوز على هولوليدو بالدوري. حقق فريق مرتبط أنسات اليد مواليد 98 فوزا مستحقا على فريق هولوليدو بنتيجة 35-19 في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب الأخير في إطار منافسات الدوري. وشهدت المباراة غياب اللاعبات الأربعة التي أصبن أثناء مشاركتهن مع المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا للناشئات، وهن مريم الشربجي وليلى شريف ودنيا خالد ولما الشواربي، على أن يعودن للمشاركة مع الفريق بداية من الأسبوع القادم. وأكد محمد راضي مدرب الفريق أن المباراة كانت جيدة وشهدت تألق أكثر من لاعبة خاصة حارس
المرمى ندى نور وريم ربيع ورضوى محمد وزينة محمد. وأضاف رادي أن المباراتين القادمتين يستضيفهما الأهلي على ملاعب كرة اليد بمقر مدينة نصر أولهما الأحد القادم أمام مدينة نصر، والثانية والأهم الأحد بعد القادم أمام سبورتنج المنافس التقليدي للفريق. كل التوفيق طبعا لقطاع كرة اليد كلهم. الحقيقة في خبر أنا عايز أقوله، يعني تذكرته ومهم جدا أقوله. في هذه الأثناء بتجرى فعاليات ملتقى التوظيف لأعضاء النادي الأهلي داخل النادي الأهلي. الحقيقة فكرة جديدة ابتدعها النادي الأهلي، ودي توجه الدولة حاليا كلها، إن هو مساعدة الشباب والكفاءات إن هم يلاقوا فرص عمل. دي لقطات طبعا من المنتدى. الحقيقة المنتدى ده عبارة عن النادي الأهلي بتبنى مجموعة كبيرة من الشركات اللي ليها تواجد كبير في مصر، وعمل هذا المنتدى طبعا اللي نظم القصة دي كلها الحقيقة، وكان ليه دور كبير من مجلس الإدارة طبعا المهندس محمود طه رئيس النادي، وكمان أستاذ محمد جمال هليل. زي ما احنا شايفين عروض توظيفية جيدة بمشاركة أعضاء النادي. الحقيقة يعني يمكن دي أول تجربة نشوفها في أي نادي، وزي ما دايما النادي الأهلي سباق بالأفكار، زي ما احنا شايفين في جدية مناديب كبيرة جدا من الشركات قاعدين بيتلقوا الطلبات، السيفيهات المجموعة المتقدمة من الشباب. النادي الأهلي هدفه ورسالته مش بس رياضة. النادي الأهلي ليه جناحين هو بيطير بيهم، الجناح الأول جماهيره العريضة الكبيرة، والجناح الثاني هم أعضاء جمالية عمومية. هو الحقيقة لازم يكون بيمثل الاثنين خير تمثيل. زي ما احنا شايفين برضو حرص عدد كبير من أعضاء النادي على التواجد وسحب الاستمارات وتقديم طبعا طلبات الانضمام لهذه الشركات، واكيد هيكون في متابعه حتى بعد هذا المؤتمر. واحب اقول ان ده مش المره الاولى، هو قبل كده جرى تنفيذ حاجه زي كده، والمره دي يمكن اخذ شهر اكبر وخد حيز اكبر، فبدات اعضاء كثيره جدا او شركات كثيره تيجي بكل الجديه ان هي يعني تتعامل مع اعضاء جمعيه عموما النادي الاهلي. الحقيقه برضو عايز اقول حاجه، انه زي ما احنا شايفين النادي الاهلي مش بس سكته هي الرياضه والبطولات والكلام ده كله، لا ده موضوع منتهي منه ومفروغ، وعرف النادي الاهلي بذلك. اللي احنا شايفينه دلوقتي ده ان انت تبني شاب مش لازم بس يكون رياضي، ممكن يكون رياضي سابق، بطل لاعب رياضه لغايه سن معين وبعد كده قدر يوصل في يعني في وظيفه كبيره جوه شركه من الشركات دي. الحقيقه فكره جميله وفكرة بناءة، وإحنا كقناة النادي الأهلي كنا حابين إحنا نحط الضوء عليها، وإن شاء الله برضو أكيد يعني هيكون معانا حد من هناك عشان نشوف الدنيا وصلت فين. هقول لحضراتكم قدامنا يعني ثلاث أخبار سريعة أنا أقولها لحضراتكم عشان نروح لفقرة كاترين نستضيفها وهنتكلم معاها في كل حاجة. عندنا سيدات نادي الأهلي يفوز على السنطة في مباراة في افتتاح الدوري. حقق الفريق لكرة اليد سيدات بنادي الأهلي فوزا كبيرا على فريق السنطة بنتيجة 41-5 في أولى مباريات الفريق بالدوري والتي أقيمت بطنطا. بجانبه أكد ياسر صلاح المدرب العام للفريق أن النتيجة تعكس سير المباراة التي امتلكها الأهلي منذ البداية. وده طبعا لقطات أو تسجيلات لتدريبات الفريق الأول. كل التوفيق ليهم إن شاء الله. هيكون معانا طبعا أكيد النجمة نور ياسين اللي قررت اعتزالها مؤخرا، هكون معانا في الفقره الثانيه وهنعرف منها الكثير عن قرارها. الخبر بعد كده، سكواش الاهلي يتصدر الدوري بعد انتهاء التجمع الاول. انهى لاعبو سكواش النادي الاهلي الاهلي التجمع الاول للدوري متصدرين البطوله باكتساح بعد فوزهم بجميع مبارياتهم الست التي خاضها بنتيجه واحده هي 5-0 على كل من انديه الزهور والرباط والانوار والصيد والشمس والمعادي واخيرا طنطا. طبعا دي لقطات من تدريب الفريق على ملاعب النادي الاهلي. من جانبه أكد ناصر زهراني مدير الفني لسكواش الأهلي أن التجمع الثاني للدوري سيكون في الفترة من 5 إلى 9 أبريل المقبل. وأضاف زهران أن سكواش الأهلي يشارك حاليا في بطولة نادي الصيد، وهي بطولة كبيرة تساهم في تصنيف اللاعبين محليا، بالإضافة إلى بطولتي طنطا ومنطقة القاهرة التي أقيمتا مؤخرا. الخبر اللي بعد كده، عندنا ناشئات طائرة الأهلي يفوز على بتروجيت في بطولة القاهرة. حقق فريق ناشئات طائرة الأهلي 18 سنة بقيادة أحمد عبد الفتاح الفوز على نظيره بتروجيت بثلاثية نظيفة، وقيمت المباراة على ملاعب نادي هليوبلس في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة القاهرة. وقدم الأهلي أداء مميزا خلال أشواط اللقاء الثلاثة وسيطر على زمام المباراة منذ بدايتها. الحقيقة نشاط كبير جدا ده، يعني احنا جبنا لكم أهم الأحداث، ولكن نشاط جو نادي الأهلي لا ينتهي. خلينا نطلع الفاصل مع حضراتكم وارجع استقبل ضيفتي الأولى اللاعبة كاترين، اللاعبة الأوكرانية الدولية كاترين المنضمة حديثا والتي تعاقدت مع الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي. الحقيقة الكرة الطائرة كانوا عندهم أربع بطولات كبيرة، الدوري والكأس وأفريقيا
وبيبقى عندهم البطوله العربيه، البطوله العربيه في شهر 12، بطوله افريقيا بتكون في شهر ابريل، والدوري والكاس مستمرين طول السنه. كل التوفيق للفريق ان شاء الله. اتمنى ان كاترين تكون اضافه، هتيجي معانا هتتكلم، هنشوف حوار في كل شيء. انتظرونا ما تروحوش بعيد، ثواني وارجع لحضراتكم تاني.